احنا اتكلمنا عن الحب. الحب الحب بقى يعني انا النبي عليه الصلاه والسلام كان دايما عنده حته الحب دي ليها جانب كبير طبعا، وعايزين نتكلم عنها سريعا نقدر نفيد بيها الناس، علشان في ناس كمان ممكن نكون بنسمع زي ما انت كنت بتتكلم في الاول، في ناس بتحلل وتحرم، وفي ناس بتكفر، وفي ناس بتقول ده هيروح فين وده هيروح فين. مختصر عن الحب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤمن جدا بالحب. لما كانت سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. خلصت يعني، ما يعني إيه ما تكسفش وبتاع. قالوا له طب من الرجال؟ قال أبوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دي حاجة. الحاجة التانية إن النبي كان بيحب السيدة خديجة لما ماتت، وكان وافي ليها بعد الموت. يعني حتى كان دايما يروح كده يقعد مع واحده صديقه كبيره في السن برا بالسيده خديجه. فالنهارده النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، ونقف عندها الوصيه، لان حاسس انت هتقول لي الوقت. لا 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 لسه طيب. لسه معاك. فانا انت قلت لي سريعا فاتخضيت. لا انا قلت سريعا علشان يعني ببقى عايز ان نتكلمنا خدنا الجنبين علشان تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما في اخر خطبه ليه بيوصي الامه بالنساء، استوصوا بالنساء خيرا. اللي الناس اللي احيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع السيده عائشه ويخرج كده في مكان واسع ويقول لها يلا سابقيني، وكان يلعب معاها ويجري معاها النبي صلى الله عليه وسلم. فاكره قلت لنا القصه دي في النبي فاتت. النبي يا جماعه والله كان يعني الرسول الانسان. أيوة ده المقصود من السؤال. اللي كان اللي كان بيحب زوجته قوي. النبي اللي حتى كان بيتعامل معاهم بالرحمه. لما زوجته السيده صفيه بعتت طبق كده فيه حاجات حلوه في بيت السيده عائشه ومع الصحابه قاعدين في قعده، فالسيده عائشه اتضايقت فمسكت الطبق وقامت رمياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ غارت امكم، وقام نازل ولمم الطبق. ايه الرحمه بالنساء؟ ايه الرحمه بزوجاته؟ ده لو حصل في حياتنا ممكن يحصل فيها طلقات كتير. انت بترفعي صوتك عليا قدام الناس، انت بتعملي كذا، انت بتعملي كذا. يا جماعه ده النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. تيجوا النهارده نفكر عشان بقى نطبق النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع اللي احنا عايشينه. تيجي نفكر النهارده لما النبي بيوصينا على النساء، نجيبهم كده من اول الام لحد البنت، نقعد نفكر فيها كده عشان بس نبقى عارفين ان الموضوع واقع. يعني النهارده لما يجي لي ولد في الثانوي ويقول لي انا مش بكلم ماما، ليه يا حبيبي؟ اصل بتقول لي البابا على حاجات انا بعملها وهو بره البيت فبيجي يعاقبني. قلت له حاجه واحده بس، قلت له بص انا هقول لك على حاجه وبعد كده انت فكر. يعني الام بالذات لما بتموت في ملك بينادي من السماء، ماتت التي كنا نكرمك من اجلها. اللي كنا بنكرمك في الدنيا من اجلها وانت بر بيها هي ماتت. تخيل انت بقى، انت دلوقتي عايش ومش بر بيها، لا ده انت ما بتكلمهاش. طب لو ماتت دي ذنب هتعمل ايه؟ هتلحقها ازاي؟ ده ولد في ثانوي، ابتكلم واحد لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ناس مغيبه جدا على الموضوع ده. ده مش كده وبس، النهارده اقعد فكر. انا عايزك تفكر كده في حياه الام من اول اليوم لاخره. انا نفسي كده نجيبه من اول اليوم. ممكن نجيب كده من اول اليوم بيعملوا ايه النهارده؟ في نص دقيقه. في نص دقيقة بجد؟ 40 ثانية. يعني عدى 10 ثواني. طيب شوفوا النهارده بجد اليوم بيبدأ ازاي. واحدة بتصحى الساعة 6 الصبح عشان تحضر الأكل لأولادها، وبعد كده تروح توصلهم المدرسة، وبعد كده ثلاث أرباعهم بيشتغلوا، وبعد كده ترجع تجيبهم من المدرسة لأن هم اللي بيروحوا دلوقتي، وبعد كده تعمل لهم الأكل، وبعد كده تظبط البيت، وبعد كده تحضر معاهم هوم ورك، وبعد كده يناموا. أنا شايف إن النهارده إن الأم النهارده في الوقت ده يمكن تعبانة كتير قوي قوي قوي، أكتر حتى من أيام الصحابيات. وممكن واحد يجي يقول لك يوسف بيقول إيه؟ النهارده هم تعبانين قوي قوي قوي. هل النهارده ما ناخدش بوصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الفقرة دي استوصوا بالنساء خيرا، ما ناخدش من الفقرة دي إن كل الشباب يروح يبوس إيد مامته، ما أنتش عارف مامتك دي عايشة معاك لحد إمتى، تبوس إيد باباك. طبعا تبوس إيد باباك لأنك ما أنتش عارف هو معاه لحد إمتى. النهارده هتروح تحترم زوجتك، انك انت اخر اليوم تبص راسها تقول لها كتر خيرك، تقول لها كلمه حلوه، تبعت لها رساله، تجيب لها ورده. ده حياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين.